عسلامة 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 مدام عسلامة. مرحبا بكم بحذانا. مرحبا. مرسي عايشة. عرفونا على رواحكم. أنا تونسي ونعيش في تولوز. وهذه مرتي زوجتي. مرحبا. نسلمك. عرفنا على روحك. أنا جزائرية دوريجينا. Je suis en vacances avec mon mari ici à Tunis et j'habite en France à Toulouse. Et voilà, on travaille, on vit là-bas, on a une fille, on a voilà, on est tranquille. Madame, أنتي مولودة في فرنسا؟ Et moi, je suis née en France, ouais. قديش عندكم متزوجين توا؟ قد عمر بنتي أكثر من عمر بنتي 18 سنة 18 عام. تحكي لنا على تجربة العيش في فرنسا، يعني تجربة الزواج في فرنسا، يعني شنو الفرق كي تكون في بلادك وكي تكون في الغربة؟ ما الفرق بين واحد يتزوج أجنبية وتونسية ولا تونسية؟ تنجيوهم هذوكم الكل. بصراحة ما ثمش حتى ديفيرونس. يعني كي تكون في بلادك عايش حياة زوجية في تونس، تختلف على الحياة الزوجية في الغربة؟ شوف هنا ولا في الغربة ما ثمش حتى ديفيرونس. Il faut la vie en couple, il faut communication entre les familles. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas une vie. La communication et la confiance. Confiance, voilà. Voilà. Mais ça m'a fait un frac. يمكن كي يكون معناها عندك الفامي نتاعك في فرنسا. اما انت فامي نتاعك في تونس ولا في فرنسا؟ انا عندي اخوتي في فرنسا وعندي امي بابا الله يرحمه خدم في فرنسا جيسكا الريتريت نتاعي وعندي امي هنا عندها الريتريت من فرنسا نمشي وجي وهي جاتني والله نشوفها ماهيش ديفيسيل لا في عندي لا فامي هنا نجم نجي نحوس لا بريف انا هنا قاعد شهر مشيت البنزر تمشي سيدي بوسعيد. يمكن انت مسيو ما تقلقتش من الغربه على خاطر قلت لي خواتي ديجا غادي الوالد خدم غادي امك يعني ما عندكش القلق نتاع البعد على العائله. عندي مرتي وعندي زوجتك زايده. مرتي معناها كيف امي كيف اختي وكل شيء نعيشوا لي موفي اي لي بون انسومبل ثم كومينيكاسيون ما بينات فهمني انا نطيح مرتي بحذايا هي تطيح انا بحذاها ثم ثقة في الحياة ما ثمش ثقة في الحياة ما ثمش عيش فهمتي؟ بما انك انت قديش عندك ساعة في فرنسا؟ 18 سنة. كيفاش تعرفت على المدام؟ والله انا قبل ما ناخذ مرتي ماخذ قورية راه كان متزوج مدام كان مزوج وجيت نطلق فيها وقعت لي بروبليم وخليتها هي في كونتاكت معاه تعيركوا ديجا عارك توا اي علاش با لي ميم الا انا با elle était pas contente باللي كي ديفورس اي فوالا يا اي quelques problèmes صح بون مع لا ديبلوماسي parler un petit peu tranquille on est arrivé à trouver la solution كبشت فيا ما حابش طل لقيت حل البروبليم ولا اي وي وي le problème on a pendant un an et demi on a eu beaucoup de problèmes parce qu'elle voulait pas elle voulait rien savoir ومن بعد بتيت ا بتي افيك لا ديسكوسيون لا ديبلوماسي تونيزيان اون ايت اريفي ما شاء الله اون ا تروفي لا سوليسيون ما شاء الله الوقت هذاك اللي مدام دخلت في المشكل بيناتكم علاقه بيان سور انا كنت ماري في فرنسا وديفورسي هنا كتبت الزاق هنا علاش هي تبلوكت بلوكيتها بالمارياج اللي سي هوني ماري مرياج تونسي مرياج تونسي وانا تونسي تحية تونس تحية تونس تحية الجزائر زاد انا كنت فرجو منتخب هاي تخش خاصة الانسان المتغرب راهو يحس بالوطنية أكثر من الانسان اللي عايش في تونس بالحق انا في تونس نسمع في القنوات الكل تونسية أو لابريف عندي توجور الواحد الراديو يعني مواكب الاخبار الكل التونسي نعيش معاه والله ها الراديو التونسي نعيش معاه فهمت الراديو التونسي ولا نعيش معاه نفيق به ونرقد عليه فهمت il a besoin de savoir toujours ce qui se passe en Tunisie ونتبع في قيس سعيد انا بصراحه نحبه انا الراجل هذا فوتيت ليه بصراحه باش ندخل في البوليتيك الراجل هذا نحبه
يا سيد الرئيس امشي نحن معك. انا مانيش نسالكم على الزواج المختلط، خاطر تونس والجزائر يعني اعتبارها بلد واحد مما مونتاليتي يعني ما فماش برشا اختلاف كثير لما منونو تمش جيست في الماكله شوي. انا مش مدام شل الحار ويموت للحار ولا جمله الحار مدام انت حار جمله. لا عندي بنتي دار عملت حاله على الهريس. ما تحبش ولا تحب الهريس؟ طلعت البوها. شنو طيب لك مدام في فرنسا؟ طيب كل شيء، ماكله فرنسي طيب، شي الكسكسي طيب. لا نايس. تعلمت بس كل الكسكسي تاع الجزائر ماشي كيما تاع تونس، ساغيان افواغ. التيست نتاع العرس يظل الكسكسي ولا ايه؟ لا نعيشوا عيشه نتاعنا والله. والاهم من هذا التفاهم اللي ما بيناتكم. لما التفاهم هي تخدم الحمد لله، وانا نخدم فهمت. وبنتي تقرا سنختت الباك الحمد لله، ان شاء الله مبروك عليها. عملت دو سيمان في ليتازيني تبارك الله، موفرين لها كل شيء، ما ثمش حتى بروبليم. بنيه واحده هذيك عينانا وهذيك الكل، وان شاء الله تولي رئيسه في فرنسا. ها انا نحاول فيها باش تبع سيونس بوليتيك، فهمت. ان شاء الله تمشي رئيسه في فرنسا. تلوج على الكرسي يا مسيو. وي هي تشوف روحها دو توت فاسون، هي تشوف روحها. ما ثمش حتى فرق ما بين المرأة التونسية والجزائرية، والله ثم فرق ما بين المغربية. كيفاش؟ المغاربة لا، ما نجمش ناخذ مرأة مغربية. تعرفت على مغربية مرة؟ لا، خاطر نشوف فيه يحبوا الفلوس كما ثمن ساهم، يحبوا الفلوس، يفكر لك في الفلوس قبل الحب. صعيبة أما باهية. تلوج على الفلوس وتنحي لك فلوسك الكل. مش الكل ما نصورش. ما تروحش البلاد. والفلوس تلقاها تشربها دار في بلادك. وتتبعك وتمشي غادي وتعملك السحور. لطف يا ربي. بون أكيد مش المغربيات الكل. والله نعرفها. مش الكل صعيب ياسر. برشا أصحابي معرسين ونسوينا مهنا. فهمتي؟ وعرفوا مغربيات غادي ينسوا العائلة ونسوا كل شيء. يمشوا للمغرب. عندي أقاربي بطلوا من سوين تونس والجزائر مثلا ويمشوا المغرب. تعرف عملوا لهم السحور. عمرك ما خممت تتزوج مغربية قبل مدام؟ أنا هاي مرتي هي تقول لي المغرب وأنا نقول أعوذ بالله. هاي سيدي تصوري وقتاش تفرجت في ليكيب ماروكان 2004 كونتر لاتينيزي وجامي نتفرج المغرب. عقد ما نكره المغرب. سي عاد هكا تعمل أزمة دبلوماسية. لا ما نحبهمش بصراحة. أنا ما نحبش المغرب، نحب تونس، نحب الجزائر. الجزائر عاونتنا بصراحة. الرئيس نتاعي متبون عاوننا. ونحن عائلة واحدة راهو الجزائر وتونس. من التاريخ من الحرب تاع فرنسا عاوننا بعضنا ومتنا مع بعضنا. مونتاليتي كيف كيف وسي. مونتاليتي كيف كيف. لا مونتاليتي كيف كيف. نمشي للقصرين، نمشي الجندوبة، نمشي القفصة، نلقى الجزيرية معناها ماخذين من بعضها عائلة واحدة. الجزيري ماخذ تونسية والتونسي ماخذ جزيرية. تمشي في الفوت تلقى علم الجزائر في تونس تقول قديش الجزيرية. والله عائلة واحدة بالحق. فهمتها؟ وربي يخلينا لبعضنا وكهو معناها والله. يا رب ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. تحية تونس. خليكم الكلمة الأخرى. والله العظيم حتى المرأة التونسية راهي بها يا رب بالحق. أنا نحب المرأة التونسية. ميل مكتوب. أي أكيد إذا كان مكتوب بالطبيعة. ما ثم حتى ديفيرونس. صحة مرحبا بكم حذينا. يسلمك.